السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر مصطفى من قناة عائلة عامر. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد عن إزاي تعمل حملة على جوجل أدوردز للفيديوهات بتاعتك، يعني إزاي تسوق الفيديوهات بتاعتك بالذات للقنوات الجديدة وتجيب مشاهدات أكتر، وهنعمل بطريقة معينة مناسبة للفيديوهات بتاعت اليوتيوب. اول حاجه تدخل على جوجل تكتب جوجل ادوردز، اول اختيار تختاره هيقول لك الفيديو الان. طبعا احنا بنتكلم على حساب جديد، هتختار هنا التبديل الى الوضع المختص. هنا هيجيب لك ان انت اختيارات تنشئ حملات ازاي، هتختار اللي هي انشاء حملة بدون تلقي ارشادات متعلقة بالهدف. هنا هيجيب لك اختيار نوع الحملة، انت عايز تعمل حملة عن ايه بالظبط. احنا هنعمل حملة عن الفيديو. هنختار حملة فيديو مخصصة ولا غير قابل للتخطي. دي انواع للحملات اللي انت عايزها. هتختار حملة فيديو مخصصة وبعدين تعمل متابعة. هيظهر لك اختيارات بقى كتير. دي كده الحملة بتاعتنا اللي احنا هنختارها. سمي هنا الحملة بتاعتك فيديو مخصص او ايا كان الاسم اللي انت عايز تختار فيه اسم الحملة. انا ممكن اسمي الحملة بتاعتي مثلا تفريخ هنا انت بتختار في السياسات التكلفة القصوى للمشاهدة، مش بتختار التكلفة المستهدفة لكل 1000 ظهور، لا بتختار التكلفة القصوى للمشاهدة. والميزانية والتواريخ هنا هتحط ميزانية، اما تحط ميزانية يومية يا اما الميزانية الاجمالي للحملة. انا هنا هحط مثلا الاجمالي للحملة بتاعي مثلا هحط 50 جنيه مثلا. طبعا هو ممكن ما يقبلش ال 50 جنيه ويبقى في حد ادنى، احنا هنجرب مع بعض. تاريخ بدء الحملة النهاردة، تاريخ انتهاء الحملة ممكن نخليه بكرة. كده اجمالي مبلغ الحمل 50 جنيه، يعني كل يوم 25 جنيه. تمام. الشبكات اللي احنا عايزين الحاجات تظهر عليها، احنا عايزين حاجتنا فيديوهات اليوتيوب بتاعتنا تظهر في نتائج البحث وفي فيديوهات يوتيوب، ومش هنعمل شركاء الفيديو في الشبكة الاعلانية، مش هنعمل كده. المواقع الجغرافية مصر، لا ادخل موقع اخر. وهدخل بقى هنا بحث متقدم واختار كل الدول اللي انا عايزها. طبعا هدخل مصر اول واحدة، اختار مصر بلد، هيعلم لك عليها بالازرق زي ما انت شايف كده. وبعدين اختار الدول اللي انت عايزها، مثلا هنختار كل شمال افريقيا. تونس، ليبيا، الجزائر، كده احنا يعتبر خدنا شمال افريقيا اهو كله. ممكن بقى نختار السعودية، كل البلاد الناطقة بالعربية. طبعا انت لو عايز تختار بلاد اجنبية او بلاد ناطقة بلغات انت مستهدفها انت براحتك. العراق، انا كده بختار كل البلاد اللي انا عايزها. انا بختار كل بلاد الخليج العربي، يعني كل البلاد تعتبر ناطقة بالعربية. بختار الاردن، وبختار
وفي ناس بتحب تختار تركيا وفي ناس ما بتحبش تختارها لان في عرب كتير. حلو ماشي، يبقى احنا دي الدول اللي احنا اخترناها وهو كاتبها لك هنا، وطبعا من ضمنها مصر. هنا هتختار اللغات، هنا يعني انا بختار الانجليزيه والعربيه. ليه؟ لان الانجليزيه لان الناس المتصفح بتاعها اللي هو متصفح جوجل او متصفح اليوتيوب بتاعها بالانجليزي هيظهر لها الفيديو بتاعك. يعني مش شرط الانجليزيه دي يعني امريكا واوروبا، لا يعني ممكن العربي اللي المتصفحات زي بتاعي كده باللغه الانجليزيه. نوع المستودع حضرتك مش هتيجي هنا جنب الحته دي، مستودع عادي. الانواع والتصنيفات المستبعده يعني انت مش هتيجي جنب الحته دي لان دي فيها حاجات خاصه بالحاجات انواع الفيديوهات اللي انت بتعرضها، هل هي مثلا مناسبه للاطفال ولا لا، مناسبه موجب 18 ولا لا. الكلام كله ده ما يخصناش لان احنا بنتكلم عن فيديوهات سمك، فيديوهات ذات صله. بص بقى هنا لو هتحط فيديوهات ذات صله يعني الفيديو بتاعك يظهر اللي انت بتدفع عليه فلوس وجنبه فيديوهين ذات صله، مش هيبان لك تقديرات الحمله اللي على الشمال اللي انت شايفها. شايف في تقديرات الحمله على الشمال، في مرات الظهور، وفي هيبان لك في الاخر خالص بعد ما تحط تكلفه المشاهده هيحط كام عدد المشاهدات اللي انت ممكن تحصل عليه من الحمله دي. فاحنا مش هنحط دي، وهوريكم ليه في الاخر برضه. هنا اسم المجموعه الاعلانيه، تعالى نسميها مثلا تسويق فيديوهات تغيير الاسماء. الخصائص الديموغرافية انت هنا ممكن تستبعد اي حاجة في الحاجات دي، ممكن تسيبها كلها، انا هسيبها كلها. ممكن استبعد بس الناس اللي فوق ال 65 سنة، انما غير كده ما هخليه كله مفيش مشكلة. شرائح من الجمهور، دي بقى قدامك حل من حل. هنا هتعمل بحث لو حاجة معينة انت عايزها، او هنا هو بيجيب لك اختيارات الخصائص المميزة للجمهور، اهتماماتهم وعاداتهم. انا مثلا ممكن ادخل على الاهتمامات والعادات واختار مثلا في اسلوب الحياة والهوايات، هيطلع لي حاجات كتير. في هنا محب الاثارة، محب الحياة الصديقة للبيئة، محب الحيوانات، دول ممكن اللي يناسبهم فيديوهات السمك بتاعتي. انت بقى ممكن تختار حاجات كتير، يا اما لو الفيديو بتاعك يشمل كل الناس دي انت ممكن ما تختارش اي حاجة وتسيب الفيديو عام، يعني ما تختارش فيه حاجة. انا هنا الاختيارات بتاعتي كلها راحت على الشمال في الجزء ده اهو، بقى محب الحيوانات الأليفة ومحب الحياة في خانة بتاعت اسلوب الحياة والهوايات. ممكن نروح هنا يمكنك الوصول لمزيد من الاشخاص المشابهين لشرائح جمهورك المحددة، سيبه هو يختار لي شرائح جمهور تانية مناسبة للفيديو بتاعتي. تمام، الكلمات الرئيسية بص هنا انت ممكن تحط كلمات بحث، تمام، وممكن ما تحطش. انا عن نفسي مش هحط لان انت كل ما بتضيق البحث تقديرات الحملة اللي على الشمال دي بتقل. هنا بقى عروض الاسعار، هنا ممكن احط هجرب كده، ده كده اقل سعر للمشاهدة الواحدة، اعلى سعر عرض السعر الاقصى للمشاهدة. انا حاطط قرش، واحد قرش للمشاهدة الواحدة، ده عامل زي مزايا يا جماعه. انا كده عارض اقل سعر، ارخص سعر ممكن لسعر المشاهده الواحده. يعني ايه؟ يعني اي مشاهده تاني في حد عامل اعلان زي وعامل سعر اعلى مني هو اللي هيحصل على المشاهده مش انا. فانا هنا حاطط اقل سعر. ففي ناس هنا بتحط 2 قرش، في ناس بتحط 3 قرش، انا هحط 1 قرش وهنجرب. انت طبعا هتعمل كذا مره الحملات الاعلانيه بتاعتك وتشوف ايه الحمله اللي بتجيب لك جدوى، الموضوع بيجي لك في يوم واحد ولا بيجي لك في يومين، انت محتاج تزود القيمه الاجماليه للحمله ولا لا. يعني انت لازم تجرب لغايه ما تشوف الحاجه المناسبه للفيديو بتاعك. هنا هنحط الفيديو اللي احنا عايزين نعمل له تسويق، هنختار فيديو من الفيديوهات بتاعت القناه بتاعتنا. انا هختار فيديو البرامي ده. وهاخد اللينك بتاعه واحطه هنا، هيظهره لي، هيقول لي اعلان ضمن البث قابل للتخطي ولا اعلان فيديو ديسكفري. مهم بقى جدا يا جماعه، احنا هنا هنختار اعلان فيديو ديسكفري. هيبقى ده شكل الاعلان، بيظهر كده
على الموبايل وده الشكل اللي بيظهر على الكمبيوتر وده شكل الموبايل. طيب هتحط عنوان رئيسي للإعلان بتاعك تفريف هتحط وصف اللي انت عايزه مثلا هنا. تعال نفترض اسم الاعلان ممكن اديله اسم وممكن اسميه الاعلان الاول يعني اسيبه كده الاعلان الاول مفيش مشكله. انشاء حمله بصوا بقى هنا قبل ما نعمل انشاء حمله شايف بقى لا يجوز لك انفاق ميزانيتك بالكامل جرب زياده عرض السعر الاقصى للمشاهده الى 3 من 10 جنيه. يبقى هنا هو بيجيب لك توجيه ان انت القرش اللي احنا عرضناه القرش اللي احنا عرضناه للمشاهده هو بناء على استهدافك واعداداتك السعر كذا عدد المشاهدات اللي هتجي لك من 50 جنيه 10 مشاهدات عدد مرات الظهور 10 مرات هنا عدد المشاهدات من 0 ل 10 يعني ممكن بالسعر اللي انا حاطه ده ما يجيليش مشاهدات اساسا خد بالك متوسط تكلفه تشغيل الفيديو 0 انفاق الميزانيه من 0 ل 5% يعني ممكن الميزانيه بتاعتك ما تتصرفش لان ما فيش فيديوهات او ما فيش اعلان في المزاد اللي بيعمله يوتيوب على اماكن الاعلانات هيقبل بواحد قرش. طيب تعال نجرب زي ما هو بيقول بثلاثة قرش. تعال نجرب باتنين قرش كده. هو هنا عدل. اهو. بص بقى بص الحاجة اتغيرت ازاي. قال لك بناء على استهدافاتك واعداداتك واجمالي ميزانيات حملتك التي تبلغ 50 جنيه والسعر 2 قرش. عدد المشاهدات من 2000 ل 5200. تاخد بالك ب 50 جنيه ممكن تحصل على 2000 مشاهدة حد أدنى مرات الظهور من 37 ل 110 ألف متوسط تكلفة تشغيل الفيديو من 1 قرش ل 3 قرش انفاق الميزانية من 95 ل 100% يعني تقدر تدفع ال 50 جنيه كلهم طبعا أنت الحاجات دي هتقعد تجرب لغاية ما تشوف أفضل حاجة ليك بأقل سعر أنا هنا حاطط أقل سعر قبله مني اليوتيوب هنا هختار انشاء الحملة هيطلب منك معلومات اللي هو هياخد بيها الفلوس منك فهنا هتختار طبعا مصر هتختار المنطقة الزمنية زي ما هي رمز الترويجي انا ما عنديش رمز ترويجي ماشي نعم اريد ان اتلقى نصائح بشأن الاداء بتاع الحملة بتاعتي نوع الحساب مكتوب مؤسسة طبعا هتختاره فردي طريقة الدفع هنا هتدخل بقى انا هدخل بيانات الفيزا بتاعتي انا كده هدفع بالفيزا انا عندي فيزا ايزي بي هدفع بيها فهدخل بيانات قدام حضراتكم لا هنا محتاج العنوان طيب هندخل العنوان هنا بيطلب طبعا بقى المدينه المقاطعه هنضطر بقى ندخل كل الحاجات دي الرمز البريدي هتجيب الرمز البريدي بتاع المنطقه بتاعتك يعني مثلا هنكتب انا هكتب هنا مكتب جديد جميله بخريل ده المكتب اللي في منطقتي طيب هتكتب الرمز البريدي المكتب بريد السيوف هنا هيجيب لك مكتب بريد السيوف او الرمز البريدي اهو 2 1 5 3 3 هناخده ونحطه طيب بص بقى لو عملت انا الدفعات التلقائيه مش هيقبل بصوا اهو يتعذر اتمام المعامله لا يمكن استخدام بطاقات المدفوعه مسبقا فهتختار الاختيار الثاني اللي هو الدفعات اليدويه هيقول لك دخل المبلغ الطريقه بقى دي بيعمل ايه؟ انت بتشحن حسابك بفلوس
فانا مثلا عامل حمله ب 50 جنيه اجمالا، ممكن اشحن الحمله بتاعتي ب 50 جنيه؟ هيقول لي لا، يجب الا يقل المبلغ عن 80 جنيه. يبقى انا هشحن الحمله بتاعتي هشحن الحساب بتاعي ب 80 جنيه واعمل له ارسال، كده هيسحب ال 80 جنيه من الفيزا بتاعتي، تمام. وكده الحمله بتاعتي تحت المراجعه. استكشف حملتك. ممكن بقى انا اغير الميزانيه بتاعت الحمله بتاعتي. يعني ايه اغير الميزانيه؟ يعني انا كنت عاملها 50 جنيه، ممكن اعملها دي كده، ده شكل الميزانيه بتاعتي، ده شكل الحمله بتاعتي. دي الحمله بتاعتي 50 جنيه، ممكن اعمل كده واختار ان الحمله بتاعتي تبقى ب 80 جنيه. تمام؟ ونجرب ايه اللي هيتم. طبعا كده الحاله الحمله مؤهله، خلاص اعتمد الحمله بتاعتي الحمله مؤهله، وهتبدا الحمله تظهر بياناتها في الجزء ده، عدد مرات الظهور، عدد المشاهدات، متوسط تكلفه المشاهده، ونسبه المشاهده لعدد مرات الظهور. هتعرف تتتبع الحمله بتاعتك زي ما انت عايز. وممكن بعد كده طول ما انت في الحمله، دي مثلا المواقع المعروضه، ممكن في اي وقت استبعد بلد من البلاد دي او ازود بلد انا براحتي. ده كده شكل الحمله يا جماعه بعد ما اعتمدت. مكتوب تحت مفعله ومؤهله، العلامه الخضراء دي معناها ان هي مفعله. وهكذا هبتدي بقى اتابعها الايام الجايه، ولو هي محتاجه اي تعديل في الفلوس او في الشريحه او ان انا ازود القرشين اخليهم 3 قروش للمشاهده حسب ان شاء الله. اتمنى يكون كده الفيديو بقى ملخص ومفيد. انا ممكن بعد ما الحمله تخلص اوريكم نتائج الحمله، ال 80 جنيه دول عملوا ايه، واشار لحضراتكم تاني في فيديو تاني. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.